أهلا بكم إلى أخبار تونس، والبداية بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائري، حيث أكد سعيد أن مسؤولية هذه اللجنة جسيمة وتاريخية في التدقيق في الملفات التي ستعرض عليها، مشيرا إلى أن الشعب التونسي يطالب بالمحاسبة العادلة. جرت اليوم الأربعاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الأقاليم بجميع مقرات هيئتها الفرعية بكامل ولايات الجمهورية، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستعلن عن نتائج هذه الانتخابات في اليوم نفسه في نقطة إعلامية. يمثل العضو السابق بهيئة الانتخابات سامي بن سلام اليوم أمام التحقيق 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة الخيانة الموصوفة وفق تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على الفيسبوك. سجلت وحدات المراقبة الاقتصادية المشتركة لمسالك التوزيع خلال اليوم الثاني من شهر رمضان سجلت 621 مخالفة اقتصادية، وذلك بعد القيام ب 3800 زيارة تفقدية وزيارة واحدة. استؤنفت الحركة التجارية بمعبر ذيب وازن الحدودي أمس الثلاثاء بعد أن توقفت منذ اليوم الثامن من مارس الماضي بقرار من الجانب الليبي، علما أن حركة عبور المسافرين قد تواصلت بشكل طبيعي وفق ما أفادت به إذاعة موزايك المحلية. نهاية النشرة وإلى اللقاء.